للحديث أكثر حول افتتاح السوق السعودي والأرباح المالية التي حققتها الشركات خلال النصف الأول، طبعا على رأس شركة أرامكو، ينضم معي الآن محلل الأسواق المالية محلل الأسواق عبيد الله السفياني. أهلا بك أستاذ عبيد الله. يا هلا وهلا، حياك الله. اليوم افتتاح يعني على استقرار نوعا ما للسوق، كيف قرأت السوق اليوم أيضا مع إعلان أبرز النتائج وخصوصا شركة أرامكو وتأثيرها على مجمل أداء السوق؟ السوق الآن يتحرك فنيا أكثر مما يتحرك ماليا، منذ أن تجاوز 159 11159 السوق يحاول الثبات فوق المناطق هذه. نعم. الآن السوق نزل من قمة صغيرة جدا على 11237، يستهدف 11187 في حالة عدم كسرها بإذن الله تعالى يرجع للصعود مرة أخرى ليتجاوز 11237، في حالة تجاوزها يستهدف 11375، ولكن لو استمر في النزول وكسر 11153 ممكن يستهدف 11088، والله أعلى وأعلم. طيب يعني أبرز القطاعات أو الشركات الداعمة في حال كسر الرقم اللي ذكرته والمستوى؟ حقيقة قطاع البتروكيميكالز أو الأساسية بالمعنى أمامه 7488 أو 89 نقطة، ما لم يكسرها يتجه ل 7800 وحيكون داعم قوي جدا للمؤشر، طبعا بقيادة سابق في حالة عدم كسر 124 ممكن تصعد إذا ما كسرت الرقم هذا إلى 126، علما بأنه تجاوزها عندها هدف إلى 130 والله أعلم. البنوك أكيد أنه لها دور كبير أساسي في رفع المؤشر. الآن البنوك تنتظر اختراق 10724 نقطة لتستهدف 10800 نقطة تقريبا والله أعلم. طيب الآن يعني أنت تحدثت في البداية أنه يعني ماذا يعني التخلي عن التحليل المالي في هذا التوقيت تحديدا والاعتماد على التحليل الفني كما ذكرت؟ الآن في الوقت الحاضر الشركات أغلبها أعلنت ولله الحمد، يعني ما فيه أمور يخشى منها كأمور مالية في الضغط على السوق. السوق مستقر، ممكن يتجه بموجة بسيطة جدا عرضية، واستقرار هذا تصحيح جني أرباح التي لم تأخذ حقها. تصحيح جني أرباح؟ نعم. اللي ذكرته في حال كسر المستوى اللي ذكرته، هل هو جني أرباح أم تصحيح للمؤشر؟ أكيد أكيد أنه جني أرباح، حيكون لمستويات إن شاء الله قريبة جدا، يعني ما أكبر نقطة ممكن يوصل لها المؤشر في حالة الضغط القوي اللي هي 11088. طيب الآن بإعلان أرامكو يعني توزيع أرباحها، هل يعني انتهت المحفزات في السوق الآن؟ ما فيه انتهاء للمحفزات، ما زال السوق يتحرك في إعلان أرباح، إعلان خسائر، إعلان، ولكن الشركات اللي يعتمد عليها السوق اعتماد كلي هي الشركات القوية زي أرامكو وسابك، قطاع البنوك، قطاع الأساسية بالكامل، القطاعات، قطاع الاتصالات، القطاعات هذه كلها داعمة، شركة الكهرباء، القطاع الصناعي تدعمه، هذه هي اللي يعتمد عليها مؤشر السوق السعودي. الشركات الضعيفة أو قليلة الأسهم بالمعنى الأصح، نعم، ما لها ذيك الحركة مهما سار عليها من سلبية أو سار عليها من إيجابية. ترى نشاهد الآن يعني في الشركات الأكثر ارتفاعا أستاذ عبيد الله، يعني شركات بوب العربية، تكافل الراجحي، التعاونية، الصقر للتأمين، وفرة، ماذا يعني ذلك؟ يعني سبق وذكرت أنه استقرار المؤشر في هذه المناطق لصعود الشركات اللي لم تأخذ حقها في الصعود في الموجة اللي صعدت، فالآن ثبات المؤشر في هذه المناطق بالشركات القيادية من أجل صعود الشركات اللي لم تصعد من أول حتى تأخذ حقها في الصعود، ومن ثم إذا كان هناك أي تصحيح للمؤشر أو جني أرباح
يتم بعد ما تأخذ الشركات الصغيرة نصيبها في الارتفاع. طيب الآن بالنسبة لل يعني سلوك المتعاملين الآن في السوق، يعني كيف تفسر الآن سلوك يعني المستثمرين؟ بالنسبة للمضاربين وليس المستثمرين الآن يتحركون مع السوق على معطيات السوق، طبعا بجزء من محافظهم. المحافظ الكبيرة تقريبا ما أشوف لها حركة قوية على السوق، لا في السلب ولا في الإيجاب. إنما المستثمرين ما أعتقد أنه عندهم أي خوف ما لم المؤشر يكسر ال 11159، ما عندهم أي خوف من السوق، فممكن يكونون ثابتين في السوق في النقطة هذه. طيب الآن نقاط الدعم والمقاومة في يعني تعاملات اليوم حاليا، لو نظرنا للمؤشر على اللحظي عندنا 11180، هذه نقطة جيدة بإذن الله تعالى. عدم كسرها يعكس اتجاه النزول اليومي هذا للصعود إلى 11237، هذه أقرب نقطة مقاومة وأقرب نقطة دعم. تتوالى نقطة الدعم بعد الدعم لو كسر، وتتوالى نقطة المقاومة بعد المقاومة لو اخترقت. أستاذ عبيد الله السفياني محلل الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.